لمزيد من التفاصيل حول الشأن الإنساني والحملة الإنسانية في حملة المساعدات الإنسانية في مخيم عمرية الفلوجة، ينضم إلينا عبر الهاتف من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى دكتور عبد القادر محمد. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا. كنتم قد وزعتم منح المالية ومساعدات على النازحين في مخيمات عمرية الفلوجة، هل بإمكانكم تزويدنا بمزيد من التفاصيل عن هذه الحملة التي أطلقتها منظمة أم القرى؟ نعم، شكرا جزيلا. في الحقيقة هذه هي الحملة الثالثة التي تنظمها منظمة أم القرى لغاية الإنسانية في هذا المخيم، في مخيمات عمرية الفلوجة. وجاءت هذه الحملة لتوزيع 400 منحة مالية مع كسوة شتوية للعائلات الموجودة في هذا المخيم من عوائل الأيتام والأرامل، ومحاولة من المنظمة لتخفيف معاناة هؤلاء النازحين في هذه الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها. نعم. الحقيقة هذا المخيم، مخيمات العمرية، هي أحد المخيمات الكبيرة في محافظة الأنبار، وما زال يضم الآلاف من العوائل النازحة من مختلف المدن في المحافظة. وهذا ما كنت سأسألك عنه دكتور، هذه الحملة الثالثة في هذه المخيمات في عمرية الفلوجة كما ذكرتم، ما أهمية هذه المخيمات حتى عدتم إليها مرات كثيرة؟ نعم، هو هذا سكان المخيم يعني حقيقة يعني حالتهم، ظروفهم الإنسانية صعبة جدا، كما قلت هذا أحد المخيمات الكبيرة في المحافظة، وهؤلاء يعني هم السكان هذا المخيم عبروا عن شكرهم للمنظمة في دعمها المتواصل لهم، وكذلك ناشدوا المنظمات الإغاثية والدولية في تقديم مزيد من الدعم، ولا سيما نحن على أبواب فصل الشتاء حيث تكون ظروف الحياة أصعب في هذه المخيمات التي لا تقيهم يعني شدة وطأة الأمطار الغزيرة التي اعتادت أن تغرق خيامهم المتهرية أصلا، وطبيعة الحال سوف تزداد حاجتهم للدعم والمساعدة مع ازدياد معاناتهم مع قساوة الظروف المناخية وتغييرها في هذه المخيمات. ونحن بدورنا يعني كمنظمة إغاثية نناشد جميع المنظمات والمؤسسات الإغاثية والإنسانية للالتفات لهؤلاء النازحين وحاجتهم. بالحديث دكتور بالحديث عن هذه الظروف التي يعيش فيها النازحون هناك، لو توضح لنا بشكل تفصيلي أهم حاجياتهم التي هم بحاجة إليها. بالتأكيد يعني على رأس حاجياتهم هي قضية الغذاء بالدرجة الأساس، حيث ما يصلهم لا يسد حاجتهم يعني بشكل كافي، وبعد الغذاء هناك الدواء، يعني هنا يعني يفتقدون الى المراكز الصحيه، تفتقد الى الدعم، وهناك نقص كبير وحاد في مستلزمات الطبيه ومن الدواء وغيرها. وكذلك كما قلت نحن على ابواب فصل الشتاء بحاجه الى مزيد من الفرش والاغطيه التي تقيهم برد الشتاء، وكذلك يعني الخيم هذه اصبحت متهريه وباليه، نزيد ايضا دعم هذه المخيمات يعني بخيم جديده، فضلا عن الدعم المعنوي ايضا ومحاوله التاهيل. هناك كثير من الاطفال ومن كبار السن بحاجه الى رعايه خاصه، ومن كبار السن بحاجه الى من ذوي الاحتياجات الخاصه كذلك من مختلف الاجويه، وأصحاب الأمراض المزمنة هم بحاجة أيضا إلى دعم والوقوف على حاجتهم. مدارس كذلك مع بداية الفصل الدراسي الآن هناك مدارس خاصة بالمخيم بحاجة كذلك إلى دعم لهؤلاء الطلاب عوائل النازحة من المستلزمات المدرسية من حقائب وقرطاسية وملابس مدرسية. ظروفهم الإنسانية يعني صعبة جدا، ما يعني كيف يمكن الإنسان يتصور لهؤلاء يعيشون في الخيام في الصحراء ومع هذه الظروف الصعبة
بالتأكيد يعني حاجاتهم متعددة وكثيرة، وأي شيء كل إنسان متمكن أن يقدم لهم فبالتأكيد سيعود عليهم بالنفع ويحسن من حالهم وربما تخفف من معاناتهم ومن مأساتهم التي يمرون بها. حتما. هل لديكم أرقام حقيقية عن أو تقريبية عن أعداد النازحين في هذه المخيمات؟ تقريبا في مخيمات العامرية هناك 5000، يعني تقريبا 5000 عائلة نازحة في مخيمات العامرية فقط يعني هذه، وأما في مخيمات الحبانية فتقريبا هناك رقم مقارب أو يزيد، لأن هناك تمت في الفترة الأخيرة توحيد يعني بعض المخيمات، هناك عملية مناقلة، مثلا مخيمات الخالدية نقلوهم من الخالدية وحولوهم إلى مخيمات حبانية، فهناك يعني الأعداد غير مستقرة، لكن تتراوح الأعداد من 3000 إلى 7000 عائلة نازحة في مخيمات العامرية، وكذلك الرقم مماثل في مخيمات الحبانية. هل تخططون في منظمة أم القرى لإطلاق حملات مماثلة في المخيمات الأخرى؟ بالتأكيد في ضمن برنامج المنظمة هناك حملات مستمرة، تنظم المنظمة حملات مستمرة على وفق ما تكون حاجة هؤلاء النازحين وبالنظر في احتياجاتهم، ومستمرين نحن تقريبا يعني، وهذه وفق شهادتهم يعني، المنظمة الوحيدة هي منظمة أم القرى التي هي مستمرة في تواصلها ودعمها لهم، وتقريبا بشكل يعني متواصل شبه يعني، في كل أسبوع أو خلال كل أسبوعين هناك حملة لمنظمة في هذه المخيمات. أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد القادر محمد من منظمة أم القرى، كنت معنا عبر الهاتف من الأنبار.